في هذا الحديث يحكي أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني أريد أن أسافر، أي أبتغي السفر، فأوصني، أي أريد منك نصيحة ووصية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك بتقوى الله، أي يلزم تقوى الله في فعل ما يرضي الله واجتنب المعاصي، فتجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. والتكبير أي أن تقول الله أكبر على كل شرف، والشرف هو الشيء المرتفع، والمقصود أن التكبير عند صعود كل شيء مرتفع. قال فلما ولى الرجل أي ذهب ورحل، قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اطوي له البعد، أي قرب ما يشق عليه في سفره من مسافة بعيدة، وهون عليه، أي سهل عليه من المتاعب والمشاق التي يجدها من السفر. في الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على التماس بركة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم.